سي يو اند مي. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اجابه على السؤال بتاعت اختنا اللي هي من مؤسسه الحريري اللي هو ساله لك عثمان، لو مش هنكون عندنا تكتلات مش هيكون لنا صوت حتى ولو كان رئيس المؤسسة أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو كذا، حتى ولو كانت مؤسسات فلسطينية ضعيفة، لكن لما نوى 40 50 جمعية قاعدة هيسمعوا ال 50 جمعية. احنا ما عندناش ثقافة بناء التكتلات. احنا انا بتكلم عن نفسي، انا لا اقدح فيكم لان انتم من اكثر الشعوب اللي عندها. بس توضيح، احنا عم نحضر للاحتفاليه 30 لتجمع المؤسسات الاهليه. كويس. اللي بدهم اكثر من 60 جمعيه. كويس. خلاص. وعنده اجتماع موسع شهري. خلاص. واجتماع عمالة سيركل 15 يوم وعنده لجان وعنده رؤيه. طيب ننضم اليك. ننضم اليك. احنا وجدنا في القضيه السوريه في اخر ورشه عملناها في تركيا ان في يمكن 50 تنسيقيه. 50 تنسيقية، كل واحد بيدعي في سوريا في تركيا ان هو بينسق، وعنده 50 جمعية وعنده 100 جمعية. احنا قلنا عايزين نعمل تنسيقية تنسق بين التنسيقيات، لان مش ممكن احنا عايزين نطلع صوت. قد يكون صوت مؤسستك متخصص في المناصرة، صوت مؤسسة تانية بتخصص في الرايت سبيس ابروتش اللي هو حقوق الناس الى اخره، او في المناخ او في الصحة او في التعليم الى اخره. لكن بدون ما نقعد مع بعض ونعمل كتل، ها، لن يستمع الينا احد. عملية لان انا ننساها بقى، عملية لان انا دي ننساها، سواء في القضية السورية، في القضية الفلسطينية، في القضية اللبنانية. انتوا شعب عندكم من احسن الكفاءات البشرية اللي تشتغل في الاعلام، تشتغل في العمل المدني، وفي، لكن مش قادرين نجمع منكم كتلة قوية تواجه المجتمع بمشاكل التي تواجه المجتمع اللبناني، سواء كانت المجتمع اللبناني الفقير او اللاجئين اللي دخلوا المجتمع اللبناني، سواء كانوا سوريين او فلسطينيين الى اخره. فلا بد ثقافه البناء التكتلات تصبح فرض عين علينا كلنا. المؤسسات العربيه والاسلاميه حد اتكلم عنها، عن حكايه العرقوب، اغلبها مؤسسات عاطفيه، خاصه العربيه والاسلاميه. حد يموت يجيب له الكفن، حد عطشان تعمل له حبه ميه، وكل بيشتغل في المساجد. خلاص اصبح هم تقليديين اكثر من التقليد نفسه. احنا عايزين نخرجهم للتنميه، والتنميه مش بس مشروع، التنميه برنامج. يعني انت عايز تعمل تنمي مكان، بتحط له ميزانيه 5 سنين ل10 سنين، مش تيجي تعمل لي حاجه 6 اشهر وتمشي وتقول انا بعمل تنميه. لا، التنميه هو برنامج. فنتكلم عن التنميه وثقافه التنميه عايزينها. فلذلك احنا عايزين نقوي مؤسسات المجتمع المدني، كان له صوت قوي تفرض على المانح ما تريده. لان بيجي المانح من جهه ما يقول لك والله انا الشيخ الفلاني او كذا عايز مسجد في الحته الفلانيه، وبعدين يديك المدرسه دعم 6 اشهر ويمشي بعد كده. ما ينفعناش الكلام ده، خلاص بقى ايه، احنا بنغرد خارج السرب. مشكلة أونروا زي ما اتكلم يمكن ستيف أو عمران، هي مشكلة دول مانحة. والدول المانحة دلوقتي بتحدد ما هي المشكلة، الأولوية الأولى لمشكلة ما. كان في يوم من الأيام وسط أفريقيا، جمهورية وسط أفريقيا، كان في يوم من الأيام الصومال، كان في يوم من الأيام السوريين، كان في يوم من الأيام اللي هو اليمن دلوقتي ماشية إلى آخره. فتلاقي إن المانحين في الأمم المتحدة بيحطوا مين نمرة 1 و2 و3 و4 بيحددوا المانح إيه، لان اصبح عدد المشاكل اللي موجوده على خريطه العالم لمشاكل نزاعات تختلف عن مشاكل اللي هي كوارث طبيعيه كثيره جدا جدا جدا. عشان كده ده هدف من اهداف ان عمل مؤتمر القمه الانساني هذا العام اللي كان بيحضره من 3 سنين، علشان تزايد عدد المشاكل مع قله الدعم. فلابد احنا كمجتمع مدني يكون لنا دور في الرؤيه، في الاستراتيجيه، في البناء، في العمل، في انا انتهيت خلاص عشان عثمان طلع لي الكارت الاحمر. جزاكم الله خير. شكرا دكتور.